اليوم رح نتابع محطاتنا ورح يكون معنا غسان وضيفته بصعب كتير. غسان صباح الخير. صباح النور غيدة. اليوم ضيفتك فعلا رح تعبر عن موضوع يعني كتير هيك كتير صعب حد يتقبله او عقل حيلا عقل يتقبله لما شخص بيكون فعلا هالقد مبدع وهالقد عنده صعوبات انه يندمج بالمجتمع، خاصة لما بيشوف الفرق الكبير بين مجتمع فعلا افريقي ومجتمع لبناني. هذا الشيء اليوم نحن بتسرنا كتير انه وجوده معنا. فعلا انا فرحة كتير كبيرة لأن اليوم الفرحة مزدوجة غيدة فيك بضيفتك. تسلم تسلم. صار زمان انا وغسان ما كنا مع بعض. ايه صح. وبدي رحب فيها لضيفتنا الكريمة الفنانة ناهدة الحاج. أهلا وسهلا فيك ناهدة. مرسي كتير. أهلا فيك. صباح الخير ناهدة وأهلا وسهلا فيك. مرسي أهلا فيك ناهدة. أنا بدي أقول لما نحكي أنا وياك شوي على خبرتك بدك تعرفينا أول شيء، تعرفينا أول شيء عن حالك ونحكي عن خبرتك. نعم. بأفريقيا وهوني، وبدنا نحكي شوي على المعارض اللي عم تعمليها وعلى الصور اللي رح نشوفهم مع المشاهدين نحن وياك ورح تعلقي لنا عليهم. نعم. بس قبل كل شيء عرفينا عن حالك ناهدة الحاج مين؟ نعم أنا ناهدة حاج رسامة تشكيلية، خلقت بفرنسا بعدين سافرنا على أفريقيا، وقت صار عمري 3 أشهر صار معي كونفولسيون وكان وقتها على رأس السنة، فكان البيدياتر تبعي مسافر، كان قصتي يعني بس كان بدهم يعطوني فاليوم بس هونيك الطب منه متطور مثل بلاد اوروبا او مثل هوني، ف من عشيه هيك اخذوني عند حكيم تبع الجيش امر انه يعملوا لي ابره بظهري طيار فشو المشكله، هذه الابره اثرت زياده علي اللي خلتني افقد نظري وصارت ايدي تهز زياده واجري تهز زياده و يعني السبب هو وقف ميديكال. نعم بروبليم مضبوط. خطا طبي. وفقدت النظر كمان. كمان صار عندك كمان هذا الشيء كمان يعني افقدك القدره على الوقوف يعني كمان من وقت اللي كان عمرك يعني صار عندي صعوبه بالموتريسيتي. اذا بدك. بس رغم هول كله ناهده انت حدا قرر انه يواجه الحياه يضل بمسيره نضاليه تيوصل يحقق هالموهبه اللي عنده اياها اللي هي موهبه رائعه، وهذا مش انا عم بقولها هلا المشاهدين رح يشوفوه، بس بتقول كيف توصلت تبلشي ترسمي ناهدة؟ كيف اكتشفت هالموهبه؟ وشو خبرتك بين لبنان وافريقيا؟ انت عشتي بافريقيا وانصدمتي بالمجتمع اللبناني والتمييز اللي عشتي يعني اللي شفتيه هون بلبنان. نعم. واجهتي بمدارس كثير يمكن الاهل الله يخلي لك اياهم تعذبوا انه تقدر تلاقي مدرسه تندمجي فيها قبل. خبريني شو هالخبره هيدي؟ اوكي انا كوني عشت بافريقيا. نعم. ولا مرة بحياتي حسسوني الشعب هونيك أو إن كان أهلي كمان إنه أنا مميزة عن غيرهم، كانوا كتير لطفة لدرجة إنه بأفريقيا كنت أنا أتعلم بمدرسة عادية. لما جينا على لبنان الماما حرام كتير تعذبت تبرم على مدارس. قديش كان عمرك وقت اللي جيت على لبنان؟ وقت جيت على لبنان كان عمري 17 سنة. يعني نعم. كنت باخر سنوات الدراسة يعني هونيك عايشة بمدرسة مختلطة. نعم. مش مضطرة تكوني بمدرسة خاصة لإلك. نعم. بس وهذا الشيء فعلا بيقويك كتير. ايه نعم. انا يعني ماما كثير تعذبت تلاقي لي مدرسه تفوتني بالمدرسه الاوردينير بلبنان، بس اول سبب كان انه انا بسبب الموتريسيتي تبعي ما كانوا يقبلوني بالمدارس، وهذا الشيء كان كثير يعني صعب تا يفوتوني على مدرسه عاديه، اضطريت كون بمدرسه سبيسياليزي واللي هو انه انا ماني بحاجه لها، بس انه وحتى انه استقبلتني بلبنان مدرسه يعني شوي انغشيت لانه قالوا لنا انه سيتي بور لي جون انه كي سون كموا، بس فت لها جوا فت شفت غير شيء كليا دي روتاردي مونتال يعني كان بس للاشخاص اللي عندهم المعوقين يعني فكريا او ذهنيا. نعم.
وهذا الشيء سبب لي صدمة كثير كبيرة. يعني دلتني أول سنة بلبنان كثير كنت عم بتعذب بلبنان. بعدين غيرت المدرسة، فتت على غير مدرسة سبيسياليزة كمان لنفس السبب. هونيك كانوا كثير صادقين معنا وجيت فريمون كونتونت معهم. يعني هذه المدرسة اسمها ستيب توجذر. كانوا معنا كثير اوقات، كانوا يجوا معنا هون على المنصة وكان لقاءات، بدنا نحييهم فعلا. اكيد اكيد تحية كثير كبيرة لهم. وهلا المعرض اللي عم بنظمه هو لتشجيع الفنانين اللبنانية ولتشجيع المؤسسة اللي بتهتم بالاشخاص المعوقين. هذا الشيء بدي اسالك اياه عن المعرض، بس لك ما هيدا بتعرفي، لانه المؤسسات بلبنان هن، لانه هن متفوقين على كل المؤسسات بالعالم، عرفتي؟ يعني الكريتير تبعهم كثير عالي، نحن ما فينا نطال، شفتي ليه؟ يعني تعتير هالمؤسسات، يعني مواطنه لبنانيه اضطرت تسافر على افريقيا لانه كريتير المؤسسات ما في دمج، ما في شيء، انا بدي يسمعوني لانه مش مقبول بقى. صحيح بهالبلد هالامور ما تتطور، صح غيدا؟ اكيد 100%. يعني هذا الشيء هون لما بنشوف انه صبيه عم بتشوف هالقد كان التمييز، يعني بين الفرق الكبير اللي عاشته هونيك مع احتضان المجتمع لها وهون وصولها لهون، ونشوف اكيد كل هال يعني هالغبن اللي عشتيه. انا كثير قديش عمرك هلا؟ هلا عمري 31 سنه. اها من سنوات طويله. نعم بس انه من هاي كل هالسنين اللي انا جيت عليها تغيرت حياتي 90 درجه. يعني صرت انسانه غير اللي كانت من بافريقيا، صار عندي يعني اف انه شو هالبلد هذا، انه وين ما راحت يعني العالم تطلع فيك بطريقه مش يعني كانه شيء اكسترا تيرست يعني. او مثلا بتروحي على المولات بحطوا لك انه باركينغ بوني زون دي كابي، بس اي سون فالابل جوست يعني او كور دو لا سيمين، بالويك اند لا. ما حدا بيلتزم بهذا الشيء هون للاسف. عرفت كيف؟ التروتوارات تبع الانديكابي مثلا ما في شيء مأمن، واذا مأمن بتعدوا عليهم بلبنان. ما هذا بدي اقول انه نظراتهم لإلك اليوم بدها تكون، لانه انت اليوم علامه فير اوقات رح يشوفوا انت اللي عملتيه. انا اليوم طلع هن رح يصحوا من حالهم يشوفوا انه ما عندك الموهبه اللي عندهم اياها، اكيد نظراتهم رح تتغير ان شاء الله. ما انا هو اللي بدي اوصل له. صح. أنا مشان هيك بدي أسألك على المعرض أول شيء، كيف تعيشت فكرة المعرض؟ تأجع أنا وياك نشوف الصور سوا. نعم تعالي لنا على المعرض. قلتي لي عملتيه بسبب الهدف الأوبجيكتيف تبعه هو إنه لتدعمي ادعم ليزارتيست لباني لسبب واحد كمان. حلو. إنه بأفريقيا مثلا أو بفرنسا أو بحيالا بلد أوروبي بيشجعوا الفن كثير. رائع. يعني الواحد بس يقولوا رسام او رسامه انه سي كالكو شوز. يعني هون بلبنان رسام يعني معطر بمعنى يعني ما بتشوفي مثلا، يعني كثير بتحسي في انه بوفرتي كولتوريل. ما بيقدروا ما بيقدروا هالفنان فعلا. ما بيقدروا. هون عم نشوف اللوحات هون ناهدا، يعني كمان شفنا اول لوحتين وهلا عم نشوف الثالثه، وفي كمان هون كم وحده بس اللي جايين معي. نعم ايه ناهدا بس فيك تعلقي لنا على يون، يعني اليوم اول صوره اذا بدنا نشوفها هي صوره مرشربل. مرشربل مرشربل. ليه مرشربل ناهدا؟ ليه مرشربل؟ لانه مرشربل عنده كثير تاثير بحياتي. من انا وصغيره بس سخنت ماما نظرتني كل حياتي على مر شربل. حبيبتي ماما. والبابا نظرني كمان على مر شربل وعلى مر نهره شافيها العيون بضيقتنا. الحمد لله رجع لك نظرك يعني. اي عمر رجع لك نظرك؟ يعني كمان ديزون سي موا. ما كانت فتره طويله. نشكر الله نشكر الله. قصه مر شربل انا رسمته لانه هونيك ليله كنت عم صلي له وحلمت انه مر شربل اجى علي، وكان الحلم كانه حقيقه، يعني ما فيني اوصفه هذا الحلم. افترضي انا كنت شفت حالي نايمه بتختي وفوق باب اوضتي كانه شي راهب عم بيجي لعندي عم بيقول لي تعي لعندي، انه ما فيني اوصف هذا الحلم قد ما كان حلو. وكثير بس وعيت قلت انا خلص انه هيدي علامه من مر شربل، انا بدي لو بدي ايه انه لو شو ما كان انا عنده بده يعطيني مساج انه انا يمكن ما بدي انا صح فيزيكمون، بس انه
بدو ياني انه اتشجع، بدو ياني دني بايماني، بدو ياني انه دني كامل بمسيرتي الفنيه. نعم والنضاليه، لانه انت يا ناهدة بدك تغيري كثير ذهنيات هون بلبنان ان شاء الله. انا بقول حضورك هون منه صدفه ناهدة، عندك رساله منه صدفه. مظبوط، تعملي هاللمسه مثل ما بتلبسي ترسمي وبتتركي لمسه بالذهن اللبناني، اللبنانيه كمان بتتركي لهم لمسه تيبلشوا يغيروا ذهنيتهم. بدي انت تقول معك للثاني صوره للسيران دمار، قلتي لي عندك كمان وحده؟ نعم. سيران دمار هيدي انا جبتها تقول انه هيدي كانت من اول لوحات كنت انا عم برسمهم. يعني قد ما بحب البانتشور قد ما فاك لك وقد ايه طلع شغلي بكل تواضع يعني. فعلا. فعلا. أنا بكل صراحة مش لأنه أنا كتير بحب اللوحات اللي أنا بعملهم. طيب وهذا أهم شيء بالرسم. أكيد واحد يكون هو حبيبهم هالقد. نعم. تالت رسمة والرابعة. تالت رسمة هي كناية على باب بيت إذا بدك، وفي جردان بقلبه. أنا هذا التابلو بعتبره سلو باغادي. أها. يعني مثلا قد ما في جردان حلو بقلبه، بس تفوت على هيك محل بتنسى الدنيا كلها. وهذا مسميته بيت الفن اذا بدك. والرابعه؟ الرابعه هي مدام لبسه ترانش كوت. كمان هيك حبيت انه غير شوي عن ستيلات الناتور وال بس انه هيك سي اون امي اموا عملتها ما ميور امي. اذا بدي ما عندي حدا احكي معه بحكي معه. ناهدة بشكل كثير سريع، المعرض وين وامتين رح يكون؟ نعم، المعرض رح يكون باوتيل كونتري لودج ببساليم. ب 10 11 12 نوفمبر من الساعة 5 للساعة 10 ونص بالليل. وصار عندي 35 رسام، سبعة منهم عندهم احتياجات خاصة. برافو. ناطرينكم، ناطرين الجميع تيجوا تيجوا يشجعوا الفنانين، تيجوا يقدروا الفن شوي. بدنا نبلش شوي، بدي بلش اذا بدكم ازرع شوي الفن بدم العالم. فعلا والايمان انه في حيالله شخص ممكن فعلا يدخل على حيالله مجتمع. فعلا لازم نغير الدم، نعمل لهم دم ملون، بركي بيصيروا يحبوا شوي الفن. حلو كثير هذا دمون ملون، اللبنانيه كثير بحاجه لدمون لانه شعب مميز ومتفوق على كل الشعوب، عرفت؟ مشان هيك ما بيقدروا يتقبلوا الوضع. نعم. ناهدة انا بدي احييكي، بدي احيي شجاعتك وبدي اقول لك كوراج لك. ميرسي كثير. وبدي اشكر هالماما الطيبه اللي هي موجوده معنا بالاستديو، وبدي احييها لحضورها. ميرسي. وبدي اعرف انه هي 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 حدك دائما رفيقه الدرب. اكيد الله، انا لو من اهلي ما كنت وصلت لانا وصلت. مشان هيك بدي احييهم من كل قلبي، وبدي اقول بالوقت الدولي والمؤسسات غايبه، الاهل هن الحضن الاول. الحضن الاول صحيح. أهل. صحيح. بدي احييهم. ميرسي غيدا لإلك وناهدة، دويتي لنا شاشتنا ويعطيكي الف عافيه، وبعتقد رح تتركي اثر كثير كبير. كوراج ان شاء الله، وبندعي تتراجعي دائما الطريق لقدام ان شاء الله. براه. شكرا كثير لك ناهدة، وكل التوفيق ان شاء الله بالمعرض، واهلا وسهلا فيكي اكيد. ميرسي كثير، وشكرا اكيد على هالفن وهاللمسه الرائعه والكمان المتفائله لكل الناس. غسان نحن بنرجع بنلتقى فيك الاسبوع الجاي ان شاء الله. راح نتابع بعض لحظات محطاتنا مع ضيوفنا، خليكم معنا. We'll be right back.